الكثير من العادات التي تسلب النساء حريتهن وتجعل حياتهن أكثر ألماً، عادة لم تتسبب إلا بأضرار جسيمة وصعبة على الفتيات منذ صغرهن وحتى عند الكبر، أدت إلى ضعف كامل لأجسادهن مما جعلهن ضعيفات وكامل الاعتماد لاحتياجاتهن ملقا على الرجال، حتى أنها وضعتهن موضعا صعبا جهة ارتباط هذه العادة بالزواج، وهي المعيار الأول والأهم عند ارتباط الشاب بأي من فتيات تلك المنطقة. قرية الأقدام الصغيرة بالصين، حيث يصل حجم قدم الفتاة إلى حوالي 3 بوصات فقط، بلغة أقرب فحجمها يوازي حجم الهاتف الذي بيدك الآن. ربما لم تسمع بتلك القرية من قبل، ولكن هل كانت الأقدام الصغيرة رمزاً للأنوثة والجمال بالفعل؟ أم أنها حملت وجهاً بشعاً آخر عاشت به نساء الصين قديماً؟ سميت الأقدام الصغيرة في الصين بقدم اللوتس، وذلك لأنها تتشابه مع مظهر زهرة اللوتس، وبالرغم من أنها عرفت سمة للجمال، إلا أن النساء ذوات الأقدام الصغيرة كانوا محط السخرية والإذلال من قبل النساء ذوات الأقدام الكبيرة، إذ كن ينظرن إليهن على أنهن من العاملات أو من الطبقات الفقيرة، في حين أن عملية طي القدمين لم تكن بسيطة أو سهلة، بل كانت النساء يتحملن الكثير من الآلام للقيام بها، وكان يتم إقناع الفتيات الصغيرات بطي القدمين من أجل الجمال واجتياز شروط الزواج، ولم تكن لتلك العادة الغريبة أي مميزات سوى الألم. لكن الشيء المدهش فعلاً هو خطوات العملية التي يتم فيها طي القدم. تبدأ النساء بعملية طي القدمين بعد غسيل القدمين جيداً، من ثم القيام بقص الأظافر، ثم القيام بطي القدمين ما عدا الإصبع الكبير. بعد ذلك يتم تضميد الأصابع بشكل جيد، ثم العقب من أجل تقريبهم قدر المستطاع. لذلك كان يتم إحكام الضمادات بشكل جيد للغاية على تلك الوضعية. وآخر الخطوات الواجب القيام بها هي إدخال القدمين في حذاء صغير جداً مخصص لذلك، فكان الحذاء ضيقاً للغاية كي تأخذ القدم نفس الحجم. كان يتم تغيير الضمادات يومياً من أجل شدها أكثر، واستمرار الضغط على القدمين بشدة في كل مرة أقوى من المرة التي تسبقها، مما ينتج عن ذلك الكثير من الألم، بالإضافة إلى إعاقة وصعوبة الحركة بعدة أشهر. لم يتوقف الأمر على الألم فحسب، بل نتج عن عادة طي القدمين السيئة الكثير من السلبيات الأخرى، إذ كانت تجعل القدمين برائحة سيئة جدا، وكانت تصل إصابة القدمين إلى خروج الدم وظهور التقيح خاصة خلال فصل الصيف. أما خلال فصل الشتاء فكان الأمر يصل إلى حد التجمد نتيجة نقص تدفق الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى فقدان الدم الناتج عن تلك العملية. بل أصيبت أيضاً بعض الحالات بمضاعفات خطيرة، إذ يتغير شكل معالم الجسم، كما شكلت تلك الفئة من النساء نسبة ما يزيد عن 40% من جميع نساء الصين، وظلت تلك العادة الغريبة مستمرة لمدة طويلة جداً.